مسلسلات رمضان 2020 كانت محطة كويسة جدا في تاريخ المسلسلات في مصر. شفنا الفكرة الجديدة، شفنا الفكرة اللذيذة، وكمان قدرنا نشوف مفاجأة ما كانش حد متوقعها، وشفنا تمثيل عالمي ومواهب صاعدة وحاجات تانية كتير. صناع المسلسلات قالوا يستغلوا النجاح ده، وهوب اعلان الاعمال الجديدة، واللي بعض من الاعمال دي مش جديدة قوي، في منها اعمال اصلا هيبقى جزء تاني لحاجات نجحت قبل كده، وده ربنا يستر وما يبقاش مجرد استغلال لنجاح الجزء الاول مش اكتر، تبقى اي عك والسلام. وفي اعمال المفروض ان هي كانت هتبقى في سباق رمضان 2020 بس تم تأجيلها بسبب الظروف اللي حصلت. أنا محمد مصطفى ودي قناة سينما باكس. نبدأ الأول بالمسلسلات اللي هيبقى ليها جزء تاني، ومنها اللي مرشح لسه لأنه يبقى جزء تاني يعني مش أكيد، وفي منها اللي خلاص بقى أكيد. مسلسل الاختيار الجزء التاني، بعد نهاية المسلسل وتفاعل الناس الكبير معاه جدا وعجب بعض المتابعين بالنوع ده من المسلسلات، تم الإعلان عن جزء تاني للمسلسل، ولكن ما تمش الإعلان هيكون عن بطل محدد أو شخصية محددة أو حدث معين، ما تمش إعلان عن حاجة لسه، ولكن هيبقى على نفس رتم الجزء الأول. مسلسل بميت وش، طبعا واحد من المفاجآت اللذيذة جدا لرمضان 2020 واللي قابل حب كبير ونجاح أكبر وتفاعل الناس مع عصابة سكر وعمر. بيدرس المنتج جمال العدل تقديم جزء تاني منه، وخصوصا ان احداثه تحتمل وجود جزء تاني، بس نتمنى ان هم ياخدوا وقت في صنعه وما يبقاش معمول عشان النجاح زي ما بنسميها في مجال افلام فان سيرفيس، اللي هو بيرضي الزبون اكتر ما بيهتم بالقصه. مسلسل النهايه، سواء اتفقت او اختلفت على اداء تمثيل يوسف الشريف وانه ممثل الايموشن الواحد زي ما الناس بتقول عليه، الا ان هو وفريق العمل بتاعه دايما بيقدموا حاجه جديده للترابيزه، ودي حاجه حلوه ليه كمشاهد ولصناع المسلسلات بشكل عام. هقول لك ليه، لما يوسف وفريقه يقدموا كل مرة حاجة تخطف الأضواء وفيها جديد، ده هيجبر باقي الصناع ان هم لازم يغيروا من أم الروتين الممل للمسلسلات والقصص اللي اتهرست 20 مرة. طبعا الموضوع هياخد وقت على ما تلاحظ حاجة زي كده ان في تغيير جذري بشكل عام في المسلسلات كلها، بس في الاخر كله بيصب في مصلحتك عزيز المواطن. عارف اني انجرفت شوية بس حبيت اوضح بس النقطة دي. السيناريست عمرو سمير اكد على وجود جزء تاني، ولكن مش بالضروره انه هيكون موجود في رمضان الجاي، ودي حاجه الحقيقه مفرحاني، مش عايز يستغل نجاح ويرمي اي حاجه وخلاص، بل هياخدوا وقتهم. حصل وخلص بشكل كويس قبل رمضان الجاي كان بها، ما خلصش هيتاجل لغايه ما يبقى لائق للتقديم للناس. في برضو كلام على ان مسلسل رمضان كريم هيبقى له جزء تاني، وخصوصا بعد النجاح اللي عمله الجزء الاولاني، ومسلسل اللعبه برضو هيبقى منه جزء تاني لانه برضو عجب الناس. نيجي بقى للمسلسلات اللي كان المفروض تتعرض في رمضان 2020 ولكن تم تأجيلها. مسلسل الزئبق الجزء الثاني، طبعا كان المفروض المسلسل اصلا هيكملوا تصوير من 2019 ولكن حصل توقف، ولما قرروا يرجعوا طبعا كان حصل اللي حصل بقى وتم تأجيله ل 2021، وده برضو مش اكيد لسه على حسب صناع المسلسل وناويين يعملوا ايه، لان كان المفروض 2020 هيبقى الجزء الثاني والجزء الثالث من المسلسل في 2021، فلسه هنشوف الدنيا تستقر على ايه. مسلسل هجمه مرتده واللي هيبقى قصته برضو من جوه ملفات المخابرات المصريه، واللي تم تأجيله بسبب ان احداث منه كانت بتتطلب السفر لايطاليا والاردن، وطبعا بعد انتشار الوباء ده غير ان الطيران اتعلق، فده كان مستحيل ان هم يكملوا تصوير، واللي هيكون بطوله احمد عز، هند صبري، ماجده زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، وهاجر الشرنوبي، وغيرهم من نجوم تانيه كتير. مسلسل القاهره كابول، مسلسل وطني اخر واللي هيتناول ظاهره الارهاب اللي انتشرت بشكل كبير في الفتره الاخيره، واللي تم تصوير جزء كبير منه وهيتم الاستئناف في الفتره القادمه عشان يبقى جاهز. المسلسل من بطوله خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي. مسلسل سيف الله، خرج برضو المسلسل ده من سباق رمضان 2020 لحاجه تصوير بعض المشاهد خارج مصر، وما كانش ينفع اي كروته في المسلسل ده بالذات، خصوصا ان المسلسل تاريخي هيتكلم عن حياه الصحابي خالد بن الوليد. عمرو يوسف كان المفروض هيقوم بدور البطوله ولكن تم اقصائه من البطوله، وحاليا بيتم التفاوض مع ياسر جلال وخالد النبوي. مفيش اي حاجه رسميه، ولكن اتمنى انه يكون خالد النبوي او يرجعوا لعمرو يوسف تاني، لان حقيقي شايفه لايق على الدور عادي، معرفش ايه سبب الاقصاء الحقيقي، بس غالبا كده بنسبه كبيره هيبقى ياسر جلال. تقاطع طرق، مسلسل بطولة منى زكي، وعلى الرغم من انهم قطعوا شوط كبير جدا في تصويره الا انها اتفقت مع الجهة المنتجة انه يتأجل، وتم تأجيله للسنة الجاية خوفا على اصابة احد افراد المسلسل بالفيروس او حتى نفسها اكيد. هيشارك في البطولة محمد ممدوح، معيان السيد، محمد فراج، حنان يوسف، ومحمد التاج. مسلسل حتى لا يطير الدخان، شركة العدل كانت اعلنت عن التعاقد مع الفنان مصطفى شعبان لتقديم رواية حتى لا يطير الدخان. طبعا المسلسل تم اعلانه متأخر شوية، وبسبب الظروف والوقت الضيق، وخصوصا عمل زي كده قدمه عادل امام في فيلم سنه 1984، والعمل ناجح جدا ومن ابرز اعمال عادل امام، فدي لوحدها حركه جريئه جدا من مصطفى شعبان انك تاخد عمل معمول قبل كده وكمان فنان كبير زي عادل امام وتعمله تاني، وخصوصا ان في ناس فاميليار وشافت الفيلم، فانت مطلوب منك تكسر سقف التوقعات وتقدم حاجه خياليه عشان ما يتحفلش عليك ويتقال عليك انك بوظت الروايه.
فقرروا ان هم ياخدوا وقتهم عشان يقدموا حاجة صح وتليق بعقلية المشاهد، ودي حاجة يحترموا عليها الصراحة. مسلسل خيط حرير بطولة مي عز الدين، واللي برضه تأجل بسبب الظروف اللي حصلت، واللي هيبقى بطابع رومانسي وكوميدي اجتماعي حول التعامل والرحمة بين البشر. وفي برضه بقى مسلسل اسود فاتح ليوفاء وهبي بيتأجل، وفي مسلسل كمان اسمه جمجوم وبوم بوم، ده برضه تأجل من بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن. مسلسلات بقى اللي تعتبر جديدة خالص ومفيش اي حاجة عنها وللأسف برضو مش رسمية، لكن حقيقة اتمنى يكونوا موجودين، مسلسل الكبير الجزء السادس ومسلسل محمد علي باشا. الكبير احنا مستنينه تقريبا بقالنا بتاع سنتين وشوية، وللأسف المسلسل متعلق بسبب انشغال احمد مكي في مسرحية حزلقوم، والمخرج هشام فتحي قال ان فيه فعلا كلام لجزء سادس، لكن مفيش حاجة جديدة، ولكن من الوارد جدا العمل عليه في الفترة المقبلة. والمشكلة ان في اخبار طلعت اليومين اللي فاتوا ان احمد مكي مستعد يرجع في 2021 بعمل جديد، فما نعرفش برضو هيبقى هل هو الكبير الجزء السادس ولا ناوي على حاجه مختلفه. نيجي بقى لاضخم عمل في تاريخ المسلسلات، وهو مسلسل محمد علي باشا. صدق او لا تصدق، المسلسل ده بدا اول حديث عنه واي تجهيزات من 2010، يعني من 10 سنين واجه عقبات كتيره جدا لغايه ما تم وقف انتاجه نهائيا في الاخر. وقال المخرج شادي الفخراني ان مفيش شركه انتاج متحمسه للمسلسل لان تكلفته كبيره جدا، لانه هيتناول فتره تاريخيه مهمه جدا في تاريخ مصر. فاتمنى الحقيقه ان السنه الجايه تكون هي السنه اللي هيخرج فيها للنور ويكون موجود في سباق رمضان 2021، لاني حقيقي بحب اشوف يحيى الفخراني. يعني يحيى الفخراني فنان كبير جدا ومعروف انه اي حاجه بيعملها بتبقى جميله وبتعجب الناس. وبعدين انت من البصه بس على الصوره بتاعه تحس ان هو شبه محمد علي اكتر من محمد علي نفسه يعني. طبعا محمد رمضان وامير كراره في كلام ان هم هيبقوا برده موجودين معانا في رمضان 2021، بس لسه مفيش حاجة محددة هيكونوا موجودين في ايه بالظبط. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات، واللي في التعليقات تحت ايه اكتر مسلسل من دول متحمس، واكيد لما ينزل في المستقبل القوائم الرسمية بتفاصيل اكتر هعمل فيديو عنها زي ابديت للقائمة المبدئية دي عشان برضو نبقى ايه على الخط مع بعض زي ما بيقول. والى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله.